المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. هذا هو الجزء الثاني لهذا الموضوع الذي تحدثنا عنه، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ثقافة التطوع في جزئه الأول، وحديثنا اليوم عن الجزء الثاني تحت هذا العنوان وتحت هذا الموضوع ثقافة التطوع. وأنا على يقين أننا في حاجة إلى التذكير بهذا الموضوع بين فترة وأخرى، خاصة في مثل هذه الأيام. تحدثنا عن مسائل متعددة وهي أشبه ما تكون بمقدمات بين يدي الموضوع. تحدثنا عن أهمية التطوع، تحدثنا عن لماذا نتطوع، مكانة التطوع، تحدثنا عن بعض المآخذ، واليوم أعطي بعض النماذج لمشاريع تطوعية. المشاريع التطوعية لا يمكن أن تحصر في عدد أو في قائمة. المشاريع التطوعية كثيرة جدا جدا، وما يتناسب مع هذا المجتمع قد لا يتناسب مع غيره، وما يمكن تطبيقه على هؤلاء على هذه الشريحة قد لا يناسب أن نطبقه على شريحة أخرى. أنا أعطي الآن نماذج فقط من هذه المشاريع التطوعية والتي نحتاج إلى إبرازها في مجتمعاتنا، وأن يوجد من يتبنى هذه المشاريع التطوعية لأهميتها للأفراد وللمجتمعات، وقليل من يطرق هذه المشاريع التطوعية. المشروع الأول، مشروع تطوعي سميته إصلاح ذات البين. كم تعرف من المشاريع التطوعية اليوم في مجتمعك؟ أيا كان موقعك الآن وأنت تتابعني، كم تعرف من المشاريع التطوعية التي قد تخصصت في هذا الباب، إصلاح ذات البين، الإصلاح بين الرجل وزوجته، الإصلاح بين الوالد وولده، الإصلاح بين الأخ وأخيه، الإصلاح بين القبيلة والقبيلة، الإصلاح بين المجتمعات الكبيرة، إصلاح بين دول؟ هل هذه المشاريع موجودة؟ أنا أعتقد موجودة، لكنها بشكل محدود وصغير. يمكن هناك مشاريع إصلاحية بين الرجل وزوجته، يعني ممكن هناك بعض المكاتب الاستشارية غير تطوعية وإنما مكاتب ربحية يعني تجارية. أنا أتكلم عن مشاريع تطوعية يقوم عليها أشخاص متخصصون في إصلاح ذات البين. تدبروا الآن الفضل المترتب على إصلاح ذات البين. يمكن أنت فرد الآن وأنت تتابعني، ممكن تكون رجل أو امرأة، فرد واحد، وتتبنى هذا المشروع، تتبناه على قدر ما عندك من طاقة وجهد. لكن لو كان من يتابعني الآن فكر في عمل أكبر، في عمل مؤسسي، تكون هناك مؤسسة جمعية تعنى بهذا الجانب وعندها طاقة أكبر وقدرة أعظم،
بحيث تنتقل من ميدان الرجل وزوجته إلى ميادين أخرى، تصلح بين القبائل، تصلح بين العشائر، تصلح بين المجتمعات قوية وعندها قدرة، لأن هناك من يسعى في إفساد ذات البين، هناك من يعمل على إنشاء مؤسسات كبيرة. تدبروا أخواني أخواتي، هناك مؤسسات كبيرة دولية ربما تكون تعمل على إفساد ذات البين، سواء بين الدول أو بين المؤسسات، بين الأفراد، موجود. هؤلاء لا ينبغي أن يتركوا، يعمل في مقابلهم مؤسسات كبيرة تعمل في إصلاح ذات البين. اسمعوا ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في التحفيز لهذا المشروع، في التحفيز لهذا المشروع. قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: صلاح ذات البين، صلاح ذات البين. ثم قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. هي الحالقة أي حالقة لدين المفسد الذي يفسد بين الناس، إنما يعمل على إفساد دينه في الحقيقة، حالقة لدينه، تحلق دينه لا تبقي منه شيء، أو النزر اليسير. الشاهد انظر إلى أي درجة نحن نتحدث وعن أي مشروع نتحدث. ألا أنبئكم بدرجة أفضل، أفضل من الصلاة والصيام والصدقة. فمن يتبنى هذا المشروع؟ مشروع إصلاح ذات البين، سواء تتبناه أنت بمفردك، يعني يكون واحد منا مؤثر وحكيم وحلو اللسان ويزن الأمور باعتدال، قال: أنا سأتبنى هذا المشروع، لكني شخص واحد وقدراتي قليلة، سأختار إصلاح ذات البين، لكن في ميدان على قدي، في أسرتي، في المتخاصمين من أسرتي وجماعتي، فيعمل على هذا المشروع التطوعي. هذا مشروع مبارك وعظيم. مجموعة أخرى قالوا: لا والله، هذه فكرة، يعني ممكن أن نعمل على عمل مؤسسي، جمعية فقط متخصصة. وأنا يعجبني حقيقة التخصص، جمعية عامة هكذا في أعمال الخير جيدة، ولكن الأفضل منها أن تكون هناك جمعية أو مؤسسة متخصصة، متخصصة في إصلاح ذات البين. أتمنى أن أرى في مجتمعاتنا، ويأتي يوم أزور إحدى هذه المؤسسات والجمعيات التي تعمل تحت هذا العنوان فقط، إصلاح ذات البين، في أي مكان في العالم. أتمنى يوم من الأيام أن أزوره وأشوف نتاجه الذي عمل عليه. هذا مشروع واحد، أنا فقط أذكر مشاريع فقط يعني ونماذج. المشروع الثاني، المشروع الأول إصلاح ذات البين، المشروع الثاني مشروع ممكن أن نسميه إيناس الوحشان. إيناس الوحشان، كم هم المستوى الذي يشعر بالوحشة في مجتمعاتنا، كم هم الذين يعيشون في حزن وكآبة وضيق لأسباب مختلفة في مجتمعاتنا. نريد عمل تطوعي ومشروع تطوعي يصب في مصلحة إيناس الوحشان في الأرض،
أن نؤنس الوحشان في الأرض بغض النظر عن السبب الذي جعله يعيش هذه الحالة من الوحشة والانفراد والكآبة والضيق والملل. قد يكون بسبب علاقة فاشلة بينه وبين زوجته أو من له صلة به. قد يكون هذا الاستيحاش بسبب إفلاس في مؤسسته المالية وانكسرت نفسه. قد يكون هذا بسبب مرض يعتريه. قد يكون لأسباب كثيرة جدا، فقد عزيز، موت قريب، فيعيش حالة من الوحشة. هذا المشروع التطوعي، هذه المؤسسة التطوعية تعمل فقط على إيناس هذا الإنسان الوحشان في الأرض. وقبل أن أخرج في فاصل أذكر أن هذا المشروع التطوعي، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه حديث عظيم. اسمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل. واحد عنده حبل قاصر لكنه ما يفي بالغرض، فتعطيه صلة يربط بها حبله ويقضي حاجته. ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل. الله يكرمكم والملائكة، لو أراد الإنسان أن يربط حذاءه ونعله وانقطع هذا الخيط، فتعطيه هذا الخيط الذي في شسع النعل يربط بحذاءه ونعاله. لا تحتقر هذا المعروف، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. هذا هو الشاهد. ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، كم هم أولئك الذين يعيشون في وحشة. تصور لو كان عندنا مشروع تطوعي كبير يلجأ إليه هؤلاء الذين يشعرون بهذا الانكسار في نفوسهم. مشاريع تطوعية لا تأخذ منهم أموال، يذهب فيجد في هذا المبنى الذي كتب عليه مؤنس الوحشان، على سبيل المثال يعني مؤسسة إيناس الوحشان، أتمنى أن أراها في مجتمعاتنا، وأتمنى من سيقوم على إنشائها أن يدعوني في افتتاحها وأرى هذا الإنتاج. مؤسسة إيناس الوحشان يدخلها هذا المستوحش متألم المنكسر في نفسه، فيجد حكيم يستقبله، يجد مشفق عليه يستقبله، يسمع منه. اليوم والله يا إخواني يا أخواتي، أحيانا يعني تأتيني بعض الاتصالات لأخوة أو لأخوات يعيش في حالة من الانكسار والضعف، ويشكي حالته ويشكي ظروفه ويشكي هذه المأساة التي يمر بها. والله أحيانا لا أقدم له جوابا ولا أقدم له مخرجا، ما عندي جواب لمشكلته ولا عندي قدرة على مساعدته، ولكنه فقط حينما تكلم ووجد من يستمع إليه انشرح صدره، اطمأن قلبه، سكنت نفسه،
نحتاج إلى مثل هذا الأمر. والعجيب أنني وجدت في بعض أوقاف المسلمين وقف لإناس الوحشان في الأرض. إنسان أوقف أوقافا وجعل ريع هذا الوقف رواتب لاثنين أو ثلاثة من الأشخاص، مهمتهم ووظيفتهم التي يأخذون عليها هذا الراتب يطوفون بالمستشفيات يطمئنون المرضى، يمر على هذا المريض ويطمئنه ويسمع الكلام الطيب وشرب الخير، واللهم لك الحمد اليوم وجهك منور وصحتك الحمد لله طيبة، فقط هذا عمله. رجل أوقف أوقافا على إناس الوحشان في الأرض. لهذا لا تتصور أننا سنأتي بشيء جديد، لكن هذا إبداع في الفكرة. نحتاج كما قلت في الأسبوع الماضي، نحتاج اليوم إلى أن نخرج من النمط التقليدي في أعمالنا التطوعية إلى أعمال إبداعية وأفكار تتواكب مع ما نعيشه في هذا العصر وفي هذا الوقت. أخرج في فاصل ثم أعود إليكم لنتحدث عن نماذج أخرى. فاصل ثم نتواصل، فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث عن ثقافة التطوع. ذكرت قبل الفاصل نموذجين، إصلاح ذات البين وإناس الوحشان. مشاريع تطوعية تحتاج إلى من يعمل عليها، فكر فيها. وكما قلت قبل قليل، نحتاج إلى مؤسسات تتبنى هذا المشاريع، مؤسسات ضخمة تعمل على هذه المشاريع، لأننا في حاجة إليها. من المشاريع التطوعية تنقية المجتمع من الأذى. الأذى كلمة عامة، ومجتمعاتنا فيها يعني عدد ليس بالقليل من الأذى. نحتاج إلى مؤسسات تطوعية تعمل على تنقية هذه المجتمعات من الأذى، أيا كان هذا النوع من الأذى. ونحن نتكلم عن الأذى يعني الذي سماه الشرع أذى، لأن الحسن عندنا كمسلمين هو ما استحسنه الشرع والشارع الحكيم، والقبيح عندنا ما استقبحه الشرع والشارع الحكيم. فحينما نعمل مشروع تطوعي يعمل على تنقية المجتمعات من الأذى، من الأذى، من صور الأذى، الفقر لدى البعض، هذه صورة تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى مؤسسة تطوعية تعمل على ذلك، وغيرها يعني غيرها من الأمثلة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. انظر إلى عظمة هذا المشروع التطوعي من خلال هذا الحديث. رجل يمشي في الطريق وجد شجرة أغصانها تؤذي من يمر بالطريق، هذا أذى، فقطع هذه الأغصان ليسلم المارة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب سرورا ونعيما في الجنة. اليوم لما ننشئ مشروع تطوعي يعمل على إزالة الأذى من مجتمعاتنا، ليس بالضرورة أن تكون أغصان، لكن قد يكون هذا الأذى أفكار في المجتمعات، أفكار مؤذية للمجتمع. فلو تبنى هذا المشروع
عدد من المفكرين والمثقفين وفرغوا شيء من أوقاتهم وجهدهم لمعالجة الأفكار المؤذية في مجتمعاتنا فتطوعوا في علاجها. هذا نوع من المشاريع التطوعية. كما قلت في الأسبوع الماضي بعضنا تصور أن المشاريع التطوعية محصورة في بناء مسجد وحفر بئر وصيانة مبنى وقيام على أرملة ومسكين، وهذا كله خير، أنا لا أقلل منه، لكن أيضا نحتاج من الأعمال التطوعية أن ننقي مجتمعاتنا من الأفكار المنحرفة، من السلوكيات الخاطئة، من الأخلاق السيئة. مشروع قائم في ذاته، في مجلس إدارة وفي موظفين، وكل هؤلاء متطوعون يعالجون أو ينقون المجتمع. عملهم التطوعي فقط، عملهم التطوعي هو القيام على تنقية مجتمعاتنا من الأذى، ويحصرون الأذى. فيقول والله احنا نعمل على تنقية المجتمعات من الأفكار المنحرفة والسلوكيات الخاطئة. هذا عمل تطوعي وعظيم، عظيم. يعني إذا كان قصن شجرة يؤذي الناس، يعني قد يؤذي ثوبه، قد يجرح يده أو جبهته، هذا لا يقارن بإنسان يأتينا بفكر منحرف يلوث به المجتمعات. هذا لا يقارن بسلوك خاطئ وخلق سيء. إذا كان هذا الذي أزال الغصن رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة، فكيف بالذي أزال هذه الفكرة المنحرفة الهدامة، أو هذا السلوك الباطل المنحرف الخاطئ، أو هذا الخلق السيء؟ هذا مشروع تطوعي. يعني بعض الناس قد يقول لا نريد أمثلة على الأفكار المنحرفة. يعني ذكر هذه الأمثلة الآن لست بصددها الآن، لكنني أحاول أن أصل وإياكم إلى مشاريع تطوعية غير مطروقة في مجتمعاتنا، لا يتحدث الناس عنها. اذهبوا إلى وزارة العمل مثلا في أي مجتمع عندنا أو في هل تجدون مشروع تطوعي، مؤسسة خيرية تعمل على تنقية المجتمع من الأفكار المنحرفة والسلوكيات الخاطئة؟ هذا مشروع جدا جميل. تصور لو تطوع أفراد، لا أقول تحت مؤسسة أو تحت جمعية، أفراد تطوعوا وبدأوا يعلمون الناس سلوكياتهم في الشارع، لما رأينا هذه النماذج من السلوكيات اليوم. لا يعني كم تتألم حينما تدخل كابينة غرفة الصراف الآلي، شيء مؤلم والله ومضحك. تدخل كابينة الصراف الآلي وتجد الأوراق كلها مبعثرة في الأرض، الله يكرمكم، وسلة المهملات فاضية ما فيها شيء. هذا سلوك خاطئ. نحتاج إلى مجموعات تعمل فقط متطوعة، لا تنتمي إلى أي جهة، متطوعة تعمل على تثقيف المجتمع من وتنقية هذه السلوكيات الخاطئة. ترى عملهم هذا أعظم من هذا الذي أزال غصن من شجرة يؤذي الناس. نحتاج إلى هذه المدارك الواسعة وهذه الأفكار الأكثر حاجة وتلبية للحاجة اليوم. من المشاريع التطوعية أيضا تعليم. مشاريع التعليم مشروع تطوعي عظيم، ولن أتكلم فيه لأنه يعني
قد يكون موجود ويحتاج مني إلى تفصيل أكثر، والوقت الآن لا يسع أني أفصل فيه كثيرا. من المشاريع التطوعية التي يعني إن مررنا بها سريعا هكذا هو إشاعة ثقافة الوقف، إشاعة ثقافة الوقف. وهذا هنا سأضع نقطة أيضا، لأني سأتكلم بتفصيل أكثر في حلقة بإذن الله سبحانه وتعالى يعني قريبة عن إشاعة ثقافة الوقت، وهي من المشاريع التطوعية الضخمة نحتاج إلى إعادة نشرها في مجتمعاتنا. تبقى مسألة وهي بعض الضوابط المتعلقة بالعمل التطوعي وثقافة التطوع. هذه الضوابط أحتاج أن يفصل فيها أكثر، لهذا سأعطيها الفاصل القادم. سأخرج معكم الآن في فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث عن ثقافة التطوع. في الفاصلين قبل قليل تحدثت عن نماذج العمل التطوعي، والمجال مفتوح لأفكاركم، لأفكاركم ولإبداعكم، ومحتاجين نفكر أكثر ونبدع أكثر. الآن سأتحدث عن بعض الضوابط. هذه الضوابط مهمة أخواني أخواتي. الضابط الأول، أيها المتطوع اجعل عملك لله سبحانه وتعالى، لا يلتفت قلبك إلى شيء آخر أياً كان هذا العمل التطوعي الذي أنت فيه. اجعل عملك لله خالصاً أبداً، لا تلتفت إلى ثناء من أحد، ولا إلى دعاء من أحد، ولا إلى أموال، ولا إلى منصب، ولا تتطلع من خلال عملك التطوعي اليوم إلى شيء أنت ترسم إليه في المستقبل أبداً. نبي الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن هذا الجانب قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني حتى لا 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 يلتفت قلبك أنك يعني تسمع كلمة والله كفو ونعم ما شاء الله عليه فلان، هذا يعني في عمله التطوعي هذا والذي يعني نفع به المجتمع يعني أجاد وأفاد وكثر، لا 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 تنتظر هذا الأمر، لأنك إذا انتظرت ثناء الناس ومدح الناس خدش ذلك في إخلاصك وفي شيء آخر. ستتعلم هذه النفس أنها تنشط مع المدح وتفتر إذا تقلص المدح لها وتقلص الثناء. ولقد سمعت مثل هذا الكلام وآلمني هذا الكلام لما قلت لأحدهم ما أرى لك نشاطا دعويا وقد عرفت بنشاطك الدعوي المكثف، الآن أراك متوقف ولا تقدم شيء قد كانت لك سابقة جميلة وعمل مكثف دعوي كبير. أتدرون ماذا قال؟ قال لي كلمة عجيبة، قال لكنه ما بين عند الناس. قلت ماذا؟ قال ما بين عند الناس. قلت وأنت خلال هذه السنوات تعمل من أجل أن يبين عند الناس؟ قال ما قدروني ولا حفظوا عملي وما وجدت واحد أثنى عليه، لما غبت عنهم ما حد سأل عني،
لما توقفت عن العمل ما حد افتقدني. قلت سبحان الله، هذه رسالة لك، أقول له هذه رسالة لك، أنك تعيد تجديد نيتك. الذي يعمل لأجل الناس وثناء الناس ويتطلع إلى ما في أيدي الناس سينشط حينما يثنى عليه ويمدح ويعطى، وسيفتر عن أي عمل يقوم إذا امتنع الناس عن مدحه وثنائه وتقديم العطاء له. فالنقطة الأولى، الملاحظة الأولى، أخي المتطوع في عملك التطوعي اجعل عملك لله سبحانه وتعالى، لا يلتفت قلبك إلى شيء آخر، حتى الدعاء، يعني لا تنتظر أن الناس يدعون لك. النقطة الثانية، لا تتهم الآخرين في نياتهم، وهذه ملاحظة مهمة جدا. النقطة الأولى اشتغل بنيتك، والنقطة الثانية لا تشتغل بنية الآخرين. اليوم وجدنا من يشتغل بنية الآخرين ويقول هذا فلان مرائي، وهذا فلان يتطلع إلى عمل، هذا العمل التطوعي يتطلع إلى أجندات خاصة عندها. هذا خطير هذا الكلام. أنت اليوم مطلوب منك أنك تشتغل بنيتك لا بنية الآخرين. وبين يدي آية عظيمة، آية عظيمة جدا، الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ليتعظ بها هؤلاء الذين اشتغلوا بأعمال الآخرين. اليوم عندنا احنا أي مشروع تطوعي، أي مشروع عمل تطوعي، قد يتهم أصحابه بالرياء، أو يتهم أصحابه بأن لهم أجندات يعملون من أجلها، أو يتهم أصحابهم بأنهم فيهم كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى نزل آية عجيبة، وهذه الآية لها قصة أرجوكم تدبروها. نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دعا إلى الصدقة، والصدقة عمل تطوعي، دعا إلى الصدقة، فجاء من تصدق بنصف ماله، نصف ثروته، يعني مبلغ كبير جدا، تصدق بنصف ثروته، وجاء آخر وتصدق بما يملك، وكان ما يملك شيء قليل جدا جدا. الذين لا يعملون في صنف من الناس ما يعمل، لكنه يحب الجدل، يحب الكلام، من يصبح حتى يمسي بس يتكلم، أما جالس على تويتر ويكتب، أو عنده سناب ويصور، أو على إنستغرام ويضع من هذه الفيديوهات، ما عنده عمل. عمله أنه ينتقد الآخرين، عمله هو أن يضع هذه العصا في عجلة أي مشروع تطوعي. كان الواجب منه أن ينصح، لكنه الآن يمارس دور أنه يفضح، بدل أن ينصح يفضح. كان من الواجب أن يسد الخلل، أي خلل كان موجود. لما حدثت هذه الحادثة ودعا نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الصدقة، جاء من تصدق بنصف ماله، وجاء من تصدق بالشيء القليل الذي يملكه. قال هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا النظر في عمل الآخرين وانتقادهم، قالوا عن الذي تصدق بنصف ماله مرائي، هذا أصلا تصدق ليس لله، وقالوا عن هذا الذي تصدق بالقليل الله غني عن صدقتك. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم وفي من اقتدى بهم، أنزل فيهم هذه الآية، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون، الذين يلمزون من؟ المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء الذين أشغلوا أنفسهم بالبحث عن نوايا الآخرين وغفلوا عن نياتهم. إذن هذه ملاحظة أخرى. الملاحظة الثالثة لك أيها المتطوع وأنت المتطوعة،
ملاحظة ثانية، أنا أدعو من خلال هذا البرنامج إلى التكامل لا إلى التآكل. دعونا نتكامل. أنا عندي مشروع تطوعي وأنت عندك مشروع تطوعي وفلانة عندها مشروع تطوعي والجمعية الفلانية عندها مشروع تطوعي، المؤسسة الفلانية عندها مشروع تطوعي. دعونا نتكامل لا أن نتآكل. ممكن نتنافس فيكون نتاج هذا التنافس إبداع وتنمية وتوسع، لا أن نتنافس فيسيء بعضنا لبعض ويتهم بعضنا بعضا ويكذب بعضنا على بعض ويفتري بعضنا على بعض. هذه مشكلة كبيرة. أنا أدعو من خلال هذا البرنامج كما أقول إلى أن نتكامل، وكلما تكملنا أكثر استفدنا من الخبرات الموجودة وكان الناتج أكثر. اليوم تتألم حينما ترى إنسان لا يهتم بمشروعه الذي بناه، مشروعه التطوعي، ويبدأ يشتغل بمشاريع الآخرين، ينظر إلى هذه المؤسسة فيسيء إليها، ينظر إلى هذه الجمعية فيتهمها ويقول هذا المشروع التطوعي الذي عندهم هذا وراءه ما وراءه، شعارات براقة بس كلام خطير. هذا المشروع وراءه ما وراءه، هؤلاء يعملون لأجندات خارجية وحزبية. يا أخي اشتغل بمشروعك ودع للأجهزة، أجهزة الدولة تتابع مثل هذه المشاريع. أما أن نتآكل فيكون التأثير البالغ في هذه المشاريع التطوعية فهذه إشكالية. إذن أنا أدعو إلى أننا نتكامل لا أن نتآكل. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الملاحظة الرابعة، تطوع بما يتناسب مع شخصيتك وميولك وقدراتك. كل واحد فينا له شخصية مختلفة، لا تحاول أن تقلد الآخرين، لا، البس ثوبك. عندك قدرة وعندك شخصية وعندك ميول، اعمل وفق هذه الثلاث الأمور وتطوع من خلال ما تميل إليه نفسك وقدراتك وشخصيتك. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. اعمل لكن بحسب ما تيسر لك وبقدر ما عندك من إمكانات وغيرها. أما الملاحظة الأخيرة التي أختم بها، اجتهد في إتقان العمل. تطوع لكن لا تتطوع وتقول بس يعني اللي حصل يعني خير وبركة، لا، احرص على أن تكون متقن مبدع متميز في عملك التطوعي. هذا هدف عندك، الإتقان والتميز والإبداع. ولكم هذا الحديث الذي سأختم به والذي بيّن فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الإتقان والتميز والإبداع. خرج عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام يحملون جنازة، وصلوا إلى القبر وضعوا الجنازة، هذا عمل تطوعي. قال عليه الصلاة والسلام سووا لحد هذا ثم كررها سووا لحد هذا، فظن الناس أن هذه سنة أن يقال سووا لحد هذا. انتبه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر فقال عليه الصلاة والسلام أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره. شوفوا الكلام العجيب العظيم، تدبروا إخواني يا أصحاب المشاريع التطوعية، يا أصحاب كل عمل،
قال أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره. تسوية اللحد، تسوية اللحد، الميت ما يستفيد، الميت راح إلى عمله. أنك تسوي اللحد وتتقن اللحد وتبدع فيه. قال أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. فهذه دعوة إلى الإتقان والتميز والإبداع. الحديث عن ثقافة التطوع كما قلت لكم في الأسبوع الماضي حديث طويل ويحتاج إلى بسط وتفصيل، لكني أكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات، جئنا لنقطف زهر نور